الوقود لفترة كافية وتحسين الخدمات، استفادت منطقة حاسيب الجبور بولاية إليزي من محطة جديدة لتوزيع المواد الطاقوية. المحطة التي تعمل بنظام المناوبة 24 ساعة على 24 وفرت عن التنقل والبحث عن هذه المادة، كونها تتوسط مسافة 1000 كيلومتر بين ولايتي ورقلة وإليزي. المحطة والله هذه الحمد لله فكت العزلة ياسر، سما قبل المسافرين اللي يجوا من ورقله حتى ليزي يعانوا، ساعات عندهم مشكل نتاع ليسونس، عندهم مشكل نتاع المازوت، عندهم لي كومبرومو، ساعات كاين ساعات ما كانش، بصح دروك الحمد لله. قبل باش تعمر كان ديجا كان اللي ما عندوش الكاتكات ما يقدرش، كان الرمل منه، والحمد لله دروك تقدر تدخل رانا نفس المعايير نتاع الشمال، اللهم لك الحمد. ماذا بينا كي نجوا فايتين ما نتغبنوش، ها؟ راي الطريق ناسيونال هذه يفوتوا فيها كاع البشر، السياح، ويفوتوا فيها كاع تقريبا. يعني بدات تتحسن الامور شوي. بدات تتحسن ما شاء الله. ولتوفير طاقة نظيفة واقتصادية وتخفيضا لفاتورة الوقود، شرعت محطة حاسيب الجبور في تسويق سيرغاز في انتظار تعميمه على باقي المحطات بولاية إليزي. محطة خدمات حاسيب الجبور تندرج ضمن برنامج مؤسسة نافطال لإعادة هيكلة شبكة توزيع المواد الطاقوية على مستوى إقليم ولاية إليزي. والجديد في هذه المحطة هو إدخال وقود سيرغاز كوقود جديد بالمنطقة، والذي يندرج ضمن مفهوم اقتصاد الطاقة والنجاعة الطاقوية وكذا الحفاظ على البيئة. ولنقل الوقود إلى كل المناطق وتحويل السيارات إلى سيرغاز، اقترحت نفطل على شباب أنسج إنشاء مؤسسات مصغرة على أن تحمل نفطل على عاتقها مسؤولية التكوين والمرافقة لأصحاب المشاريع.